طبعا زي ما احنا عارفين، علشان يعني خلاص اقل من نصف ساعه بتفصلنا عن بدء المباراه، زي ما احنا متعودين دايما هتنضم لنا دلوقتي زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف منها كل التفاصيل اكتر ما قبل طبعا يعني بدء هذه المباراه الهامه جدا في مشوار النادي الاهلي، والنهارده ان شاء الله نقدر نفوز ونتاهل الفاينل. انا برحب بيكي طبعا في البدايه، الحقيقه النهارده مباراه هامه جدا، مباراه صعبه جدا امام باترو اتلتيكو. زي ما انا شايفه من خلفك عمليات الاحماء بدات خلاص خلاص، يمكن اقل من تلت ساعه بتفصلنا عن بدء هذه المباراه، يعني يمكن عايزين نعرف منك الاجواء كلها. برحب بيكي طبعا زميلتي العزيزه مريم سميح وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وزي ما انت قلتي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وبالتحديد صاله الامير عبد الله الفيصل، هنقول لكم بقى كل الامور المتعلقه بمباراه اليوم وسامي فاينل طبعا بطوله كاس الكؤوس الافريقيه بين سيدات كره اليد بالنادي الاهلي وفريق باترو اتلتيكو الانجولي. يعني خليني اقول لك ان الاجواء داخل النادي الحقيقه مميزه جدا، في حاله من الحماس كبيره جدا طبعا من الفريقين متواجدين في النادي منذ اكثر من ساعه، وطبعا زي ما انت شايفه بيقوم بعمليات الاحماء في الباك جراوند، زي ما بقول في حاله من الحماس واضح كمان على اللاعبات التركيز سواء طبعا من الاهلي او من باترو اتلتيكو. اكيد طبعا احنا على موعد مع مباراه مش هتكون سهله خالص، باترو اتلتيكو هو بطل السوبر الافريقي، لكن برضو عندنا طبعا ثقه كبيره جدا في سيدات النادي الاهلي، وان شاء الله بقى يقدروا يفوزوا في مباراه اليوم. خليني طبعا كمان بقى افكر مشاهدينا بمشوار النادي الاهلي في البطوله، النادي الاهلي قدر في دور المجموعات يفوز في جميع المباريات الا مباراه واحده، يعني طبعا النادي الاهلي بيقع في المجموعه الثانيه، قدر يفوز على فريق طبعا زي ما احنا عارفين هابيتات الافواري، فريق اوتوهو الكونغولي وفريق النواصر المغربي، وخسر بس من فريق بريميرو دي اجوستو، وطبعا كانوا عملوا ايضا في هذه المباراه مباراه كبيره عشان بقى يضربوا موعد مع مقنين التونسي في ربع النهائي، وطبعا يقدروا يتخطى عقبته ويفوزوا عليه بنتيجة 31-22. أما عن بقى باترو أتلتيكو فالحقيقة أنه هو ماشي برضو بخطة ثابتة جدا في البطولة، هو في المجموعة الثانية طبعا مع دي جي أس بي الكونغولي، موكنين التونسي، سبورتينج المصري، وفانز الكاميروني، وواجه بقى في ربع النهائي فريق هابيتات الإفواري وقدر يحسم المباراة لصالحه بنتيجة 33-21 عشان بقى يضرب موعد مع الاهلي في سامي فاينل البطوله. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لسيدات كره اليد بالنادي الاهلي النهارده. كمان بقى خليني اقول لك يا مريم ان السامي فاينل الثاني هيكون الساعه 6:30 هنا برضو على صاله الامير عبد الله الفيصل، هيكون بين فريق اوتوهو الكونغولي وبريميرو دي اجوستو، ايضا دي هتكون مباراه قويه جدا. خليني اقول لك ان سيدات كره اليد مستعدين بشكل كبير جدا للمباراه، طبعا زي ما احنا عارفين انه مش بيكون في وقت كبير بين المباريات منذ بدايه البطوله، لكن هم كانوا استعدوا بشكل قوي جدا للبطوله، ويمكن ده كمان الحقيقه اتعكس في الملعب من كل اللاعبات، شايفينهم ماشيين بخطه ثابته جدا في البطوله، ان شاء الله بقى تكمل على خير ويفوزوا في المباراه النهارده، ونكون معاك يا مريم بلقاءاتنا الحصريه عقب انتهاء المباراه. يعني دي كانت ابرز اجواءنا وكمان الامور المتعلقه بمباراه النهارده، والان العوده ليك في مره اخرى في الاستوديو. شكرا طبعا للزميله العزيزه هنا ابو القاسم، كانت معانا من صاله الامير عبد الله الفيصل من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وعمليات الاحماء طبعا يعني بدات لبدء المباراه في تمام الساعه 1:30.